عوده الى الخبر الابرز حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام احدث التقنيات لمضاعفه قدرات البنيه المعلوماتيه الرقميه للدوله لما لذلك من مساهمه مباشره في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشريه وتوفير احدث الخدمات الرقميه للمواطنين وقطاع الاعمال جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بأن الاجتماع قد تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام احدث التقنيات لمضاعفه قدرات البنيه المعلوماتيه الرقميه للدوله لما لذلك من مساهمه مباشره في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشريه على شتى مجالات المهارات الرقميه لدعم الاداء الحكومي وتوفير احدث الخدمات الرقميه للمواطنين وقطاع الاعمال على مستوى الجمهوريه وذكر المتحدث الرسمي ان السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزاره في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اطار تعزيز محور بناء الانسان المصري والتي شملت التوسع في بناء قدرات واعداد الكوادر البشريه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقميه فضلا عن مشروع انشاء مدينه المعرفه بالعاصمه الاداريه الجديده الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات كما تم عرض جهود تطبيق مبادره مصر الرقميه التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القوميه الى جانب مبادره افريقيا للابداع الرقمي والتي كان قد اطلقها السيد الرئيس حيث وجه سيادته بالتوسع في التعاون مع الدول الافريقيه الشقيقه في هذا الاطار خاصه من خلال تشجيع الشركات المصريه للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الافريقيه لبناء منظومات رقميه متكامله فضلا عن اتاحه التدريب التقني المتخصص للشباب الافريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفه